Revue de presse. باش نبدا مع سيت تونيسكوب تقراو مقال عنوانه الهشمي الحمدي يطالب الحكومه بمواجهه داعش في الرقه والموصل. نحكي على الحكومه التونسيه. رواه رئيس حزب تيار المحبه الهشمي الحمدي كتب على صفحته الرسميه بوبليكاسيون ستاتيو دعا فيه الحكومه التونسيه لمواجهه داعش في الرقه والموصل. كيفاش؟ حسب الهشمي الحكومه التونسيه يلزم تشكل جيش عربي على وجه السرعه يواجه داعش في حرب بريه في الرقه والموصل بالتنسيق مع تركيا واكراد العراق. واقترح الهشمي باش تقدم بلادنا كتائب مسلحه من قواتنا تكون هي نواه الجيش. الهشمي تحس وكانه مختص في طرح الامور وتقديم المقترحات المستحيله اللي ما تصيرش كان في مخه هو وذات الطابع الشعبوي دائما. الهشمي قبل ما تحكي على داعش في الرقه والموصل يا أسيل سيدي بوزيد المناضلة داعش وأفكار داعش راي بحذاك معناتها في سيدي بوزيد ما تبعدش برشا من غير ما نقعد نمشيه للرقة والموصل إذا كان نحب نحارب داعش وأفكار داعش وكما قلت في سيدي بوزيد وتقتل في أولاد سيدي بوزيد. سي الهاشمي أفكاره من لندرا ما تحكيش على البلاد تحكي على العراق وبالطبيعة يحب يكون رئيس تونس. باش نمشي المقال اخر الحقيقه باش نقراه باسف كبير يوم الصباح في موزايكا فهم تقراه مقال عنوانه في مبيت بمكثر تلميذ يتعرض لاعتداءات جنسيه طيله عامين. هو تلميذ عمره 13 سنه يقرا في مكثر ويسكن في المبيت المدرسي طيله عامين. التلميذ هذا يتعرض لاعتداءات جنسيه من قبل احد التلاميذ المرسمين بالسنه التاسعه اساسي والمقيم بنفس المبيت. قلنا هو عمره 13 سنة والمعتدي عليه يقرأ في التاسع أساسي تقريبا في نفس العمر. ومن بعد تطورة الحكاية ولات أخطر ولات الاعتداءات عليه من أكثر من تلميذ وتحت التهديدات. خال التلميذ هذا في تصريح ليه لإذاعة موزايك تحدث على الحادثة وعلى الحالة النفسية للتلميذ اللي ولا ما عادش يحب يمشي يقرأ وما عادش يحب يمشي للمبيت وتراجعت نتائجه الدراسية وتغير في تصرفاته وحالته النفسية. عامين كاملين وهو يتعرض للاعتداءات في غفلة على القيم العام على شؤون المبيت اللي نورمالمون يراقب التلامذة وهما يبدأوا راقدين. وقت اللي وصلت الحكاية للقيم هذا قام باستجواب التلميذ وعدد من المعتدين عليه واتخذ القرار السيد القيم العام. القرار كان طرد التلميذ دون اتخاذ أي إجراء آخر، لا إعلام السلطات المعنية، لا المندوبية التربية، لا المندوبية الجهوية للطفولة، وكأنه السيد القيم العام حب يعتم على الموضوع. أنا نراها مأساة إنسانية وتربوية وأخلاقية تصير داخل المؤسسة التربوية في تونس داخل مبيت مدرسي نبعث له صغيراتنا باش يتعلموا الأخلاق والفضيلة ويقرأوا ويضمنوا مستقبلهم. هذا يصير وسط المؤسسة التربوية يا سادة ويا سيدات في بلادنا في غياب كامل للإطار التربوي في غياب للمراقب اللي نبعث له صغيراتنا وإحنا متهنين ومتمانين. هو يضرب في النوم عامين كاملين وجريمة تصير كل جريمة ونسطر عليها جريمة تصير في المكان اللي هو مسؤول عليه. وفوق هذا الكل وقت اللي يعلم بالموضوع السيد القيم العام يتخذ إجراءات مش باش يحمي الأطفال كسوا المعتدى عليه أو المعتدين. أنا راهم الزوز ضحايا العنف المادي ضحايا التسيب والانحلال الأخلاقي بين ظفرين. السيد هذايا يتخذ إجراءات باش يحمي روحه بالأساس وتموت الحكاية وما يسمع بها حتى إنسان. هذا اليوم مسؤول ومربي برشا فيه الحقيقة كلمة مربي وأكيد ماهوش مسؤول ولازم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه ولازم موضوع كيما هذا ما نسكتوش عليه. بالحق مع التحرش والاعتداءات الجنسية في الوسط المدرسي موجودة في بلادنا من غير ما نغطيه يعني الشمس بالغرمال ومن غير ما نقعدوا نشوفوا المواضيع هذه كتابو ما نحكيوش فيهم. إذا صغارنا اليوم يصير فيهم هكا شنو تستناو مستقبل البلاد غدوة يلي تتشدقوا بالدفاع عن الحقوق والحريات وتدافعوا عن الطفولة وخاصة تحكيوا على حب الوطن والدفاع عليه.